بالس ريكتيفاير. اذا بدنا نحول السنجل بالس ريكتيفاير او الهاف ويف ريكتيفاير لفول ويف ريكتيفاير، حتى اعمل هيك بدي استعمل اربعه من هذول الدايودز الموجودين هون. فخليني اشيل هلا هذا الدايود من هون، اعمله كوبي وبيست. خلينا نبني البريدج. راح اخذ واحد من هذول، اثنين، ثلاثه، واربعه. راح اعمل ديليت للدايود الاصلي اللي كان موجود هون، احمل ديليت للنقطه هاي اللي موجوده هون. راح احط الان البريدج ما بين الفولتج سورس واللود. بس خليني اول شيء ابني البريدج. راح الف هذا بمقدار 40 الى 90 درجه، راح نعمل فورمات روتيت بلوك كاونتر بلوك وايز. نفس الشيء هون كان لازم انا الفه قبل ما انسى كل شيء. فورمات روتيت بلوك كاونتر بلوك وايز، فورمات روتيت بلوك كاونتر بلوك وايز، فورمات روتيت بلوك كاونتر بلوك وايز. هلا خليني احاول احافظ على 1 2 3 4 زي ما كنا نعمل دائما، متذكرين؟ راح احط واحد هون، راح احط اثنين هون، راح احط ثلاثه هون، راح احط اربعه. خلينا نتاكد انه الاينت، هي مبين خط، شفتوا الخط كيف مبين؟ هي الخط مبين. راح اشبك الان هذا مع هذا. هذا الريكتيفاير ايش بنسميه؟ كنترول ولا ان كنترول؟ كنترول. ليش؟ يا سلام، ممتاز. وضعكم اليوم ممتاز، حتى انا اليوم متابعين. طيب خلينا نعمل ديليت لهذه. هلا حابب نحاول ندخله ونحطه بينهم. هلا خليني اول شيء ازيح هذا، انزله لتحت اذا بقدر، ابعده عن هاي عشان اوسع شوي المساحه. راح اعمل ديليت لهاي. خلينا نزيح هذا للجنب. نرفع هذا، نحطهم، خلينا نحطهم هيك هون. ايش هذا؟ اوكي، اذا هلا احنا جاهزين. هلا انتم احكوا لي ايش راح اشبك؟ ايش اللي راح اشبكه بطرف الكرنت ميجرمنت من هون؟ اي جهه راح اشبكها بطرف الكرنت ميجرمنت؟ اللي فوق. اللي فوق هذا راح يعطيني البوزيتيف، مضبوط؟ لاحظوا هي البوزيتيف، البوزيتيف راح يطلع طول الكود راح يعطيني البوزيتيف. بعدين ايش راح تشوف الجهه الثانيه؟ بالجراوند. هلا هون هذا راح يجي على طرف بالجراوند. بالجراوند بالجراوند لا راح تشوفه. هلا هون راح تاخذ مع الجراوند. خلينا اشيل هلا هذا الجراوند مؤقتا. هلا راح اخذ هذا الطرف اشوفه في طرف الريزستر. هذا هيك مش مرتب، نزل هذا ونشوفه هون. اوكي ماشي واضح. حتى هلا احنا هيك شايفين الاوتبوت تبع الريكتيفاير، البوزيتيف فوق والنيجاتيف تحت، مشبوكين على هذا الريزستيف لود اللي موجود هون. عم بقيس الكرنت اللي مارك اللود وعم باخذ الفولتج. بس لازم ايش اكمل؟ هذا هون بدكم تنتبهوا، الجراوند او الكومن تبع السبلاي مش هو الجراوند او الكومن تبع الفولتج ولا الريزستر. هاي النقطه تختلف عن هاي النقطه، لانه هاي النقطه وين بدها تروح؟ هلا تبع الاي سي هاي الجراوند بتوين بين 3 اند 4. بدها تروح وحده بدها تيجي هون وحده بدها تيجي هون. انتبهوا هاي النقطه مهمه جدا. هاي النقطة الجراند ما تشبكها مع هاي النقطة. مش زي ما عملنا بالأول. لما صار عندي فول ويف ريكتيفاير هاي النقطة وين بدها تروح؟ واحدة من هون بدها تيجي هون وواحدة من هون بدها تيجي هون. ماشي، هاي النقطة مهمة جدا اكتبوا عليها يا شباب. إذا هذه النقطة هلا خلينا ننزل هاي شوي لتحت. هاي النقطة من هون راح أشبكها مع هاد. هاي النقطة راحت هون، والنقطة الثانية هذه راح اشبكها جوا. حددنا النهار اعلى شيء. عفوا؟ احنا حددنا النهار اعلى اول دايود اعلى واحد. انا سميته دي 1، انا سميته دي 1، هو فيش فرق بين الاربعة، بس انا ليش سميتهم 1 2 3 4؟ عشان ايش اذكرك؟ عشان اميز بس انت حددت انه دايود 1 يبدا ولا مش كثير تبدل؟ انه دايود 3 يبدا الاول بعدين يطلع. مش شرط، مش شرط، هو راح يصير 180 درجة 180 درجة.
هي الاي سي سيجنال ما لها بدايه ونهايه مش هيك؟ رح يشتغل هدول الاثنين مع بعض وهدول الاثنين مع بعض. انا بس حبيت احطهم 1 2 3 4 عشان تتذكر لما احنا رسمنا اول مره رسمنا الارتفال سمينا هذا 1 2 3 4 صرنا نقول له 1 4 بيشتغلوا مع بعض 2 3 بس عشان الارقام تظهر لي ما بدي اخبر منها. اذا هلا احنا هون بدنا نشبك الثاني مش راضي يشبك معي خلينا نشبك بالعكس ناخذ هون واكبس كنترول هون هي شبك بس مش مرتب المفروض هذا صار عندي هلا 2 بلس 4 بلس 2 بلس ارتفال طبعا زي ما متوقع مش هيك زي ما توقعنا بالضبط هاي عندي هاي الكرنت الكرنت طبعا ينفرز مع الفولتج عم بيطلع معي نفس الشيء بالضبط بس هون عندي كل سايكل كم بلس عم بيطلع معي 2 بلس والكرنت شكله نفس شكل الفولتج بس ايش الاختلاف بين كرنت والفولتج هون؟ سكيل بس سكيل تحسب قيمة الريزستر بس شكله تماما منطبق يعني لو اغير الريزستر هاي لواحد اوم شو لازم يصير في الفولتج والكرنت؟ ينطبقوا تماما خلينا نغيرها بس عشان احنا نشوف انه فعلا بينطبقوا الاثنين شكلهم نفس الشكل تماما نعمل ران الكرنت هو نفس الفولتج انطبق لدرجه انه بطلنا نشوف الثاني هم الاثنين فوق بعض جايين اه الثاني موجود ورا بس ملزق فيه اوكي فهدول انطبقوا شكل الفولتج هو نفس شكل الكرنت امتى بده يختلف شكل الكرنت عن شكل الفولتج؟ لما ايش؟ يعني هو بيختلف سكيل بس شكله لو ضربته في كونستنت بيرجع نفسه بس امتى الشكل نفسه تماما بيختلف؟ بيكون في انسي او ادوس عندي ادوس مش هيك لما يصير عندي اندكتيف وريزستيف لود بس عندي نون ريزستيف لود راح يكون الاشكال تختلف فالشكل ما راح يضل نفس الشكل الاصلي اللي موجود